حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقا لتصنيف تايمز البريطانية للجامعات الشابة لعام 2024، والمركز رقم 106 عالميا. وصرح رئيس الجامعة المصرية اليابانية عمرو عدلي أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا.